السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مدرستكم مدارس هبة الله. نكمل وإياكم الحديث حول المحفوظات، وهي بعنوان ولد الهدى للشاعر أحمد شوقي. وصلنا وإياكم إلى البيت التالي: فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء. الآن إذا سخوت، أي إذا قدمت شيئا معينا بلغت بالجود المدى. الجود يعني الكرم، المدى الذروة، أي أنه لا أحد يسبقك بهذا الجود، أنت بلغت أعلى المراتب. وفعلت ما لا تفعل الأنواء، ما لا تقدم الأنواء، والأنواء هي النجوم الدالة على نزول المطر، تسمى أنواء، أي أنها تضيء إضاءة شديدة حتى تدل الناس أن هناك مطرا غزيرا وكرما قادما. فأنت تفعل أكثر مما تقدمه، هذه النجوم المتلألئة المبشرة بالخير الكثير. إذن إذا جاد النبي عليه الصلاة والسلام كان سخيا كريما يبلغ أقصى الدرجات وأعلى المراتب. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، فكأن رحمتك كرحمة الأم والأب، هذان في الدنيا هما الرحماء، لا يوجد أرحم منهما وأكثر تشبيها بالرحمة منهما. إذن رحمتك غاية في الإنسانية ومنتهى العطف، كأنك الأم والأب، فهما أكثر الناس رحمة وعطف. في البيت التالي: الذكر آية ربك الكبرى. التي الذكر هو القرآن الكريم، وهو آية ربك، أي معجزة الله، التي فيها لباغي المعجزات، أي لمن يطلب المعجزات سيجد في القرآن الكريم ما يكفيه غناء، أي كفاية. من يطلب المعجزة سيكفيه القرآن عن باقي المعجزات. إذن الشرح هنا أن القرآن هو معجزة الله الكبرى، وهي المعجزة التي تلبي فضول كل من يطلب المعجزات والبراهين، وهذه المعجزة هي التي جاء بها نبينا محمد عليه السلام. وفي النهاية اختتم بقوله: صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء. أولا، الدجى هو الظلام، والحاد هو المغني. حنت أي أظهرت الحنين، والفلا هي الأرض الواسعة، وجناء هي الناقة. ما معنى هذا الكلام؟ لاحظ معي، ما صحبت صلى عليك الله معناها هي دعاء أدعو له بالرحمة، صلى عليك الله أي رحمك الله. متى؟ كلما صحب الدجى حاد، أي كلما غنى حاد في الصحراء. لاحظ كيف المعنى، كلما غنى حاد، حاد هو المغني في هذه الصحراء. وكلما حنت بالفلا وجناء، أي كلما مشت وظهرت بالفلا، أي بالأرض الواسعة، ناقة وجمل، أي كأنه يريد أن يقول رحمك الله رحمة لا نهاية لها، لأنه المشي الناقة بالصحراء لا ينتهي، وغناء الرجل بالصحراء في الأرض لا ينتهي، فهو يدعو له بالرحمة ما دام هناك حاد يغني في جوف الليل في الظلام، وما دامت هناك ناقة تمشي في الصحراء. إذن دعاء لا ينتهي. بذلك انتهت هذه الأبيات الجميلة مدحا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أستودعكم الله وألقاكم في الحصة القادمة.